مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. بالحلقة الماضية تكلمنا عن الاحتباس الحراري وأسبابه، ومثل ما شفنا شنو هي التأثيرات اللي ممكن يسبب هذا الشيء على الأرض وعلى الاقتصاد وعلى حياة الإنسان بشكل عام. اليوم راح نحكي عن اتفاق عالمي وضع لتقليل الاحتباس الحراري، واللي هو سمي باتفاق باريس للمناخ. هذا الاتفاق وضعتها الدول العظمى للحد من انبعاث الغازات إلى النصف. طبعا هاي الغازات هي اللي ساهمت بزيادتها اصلا هي الدول الصناعية العظمى، لذلك هي مسؤولية مشتركة تتفاوت بين الدول حسب قدرات كل دولة. الهدف من هذا الاتفاق هو ان نوصل على الاقل الى تثبيت التراكيز الحالية للغازات الدفيئة، طبعا هذا الشيء مقرر انه يكون في سنة 2030. تثبيت هاي التراكيز راح يسمح للنظام البيئي انه يتكيف طبيعيا ويتغير المناخ اللي دا يصير بيه، وبالتالي حماية الانسان من اخطار اللي راح تصيبه مستقبلا، لانه الاحتباس الحراري مسألة راح تهدد خطر الانسان وخطر مصادر المياه اللي توفر للانسان وخطر الغذاء اللي ممكن يقل، خصوصا مع ازدياد النسبة السكانية للناس على سطح الارض، واللي مثل ما دا نشوف حاليا هم صاروا اكثر من 7 مليار انسان. الغازات الدفيئة اللي هي مثل ما ذكرناها الميثان وثاني أكسيد الكربون هي اللي راح تزيد حرارة الأرض. هاي الحرارة اللي راح تزيد احتمال كبير انه راح تسبب لنا في ذوبان القطبين. ذوبان القطبين طبعا الجليديين راح يسبب همزة، اول شيء زيادة بحرارة الكرة الأرضية، وبنفس الوقت ايضا زيادة في منسوب المياه، لذلك احتمال اكو دول كاملة راح تختفي مثل هولندا اللي هي راح تكون تحت مستوى سطح البحر في حالة ذاب القطبين الشمالي والجنوبي من الجليد، وأيضا غرق بعض المدن مثل نيويورك. الاتفاقية طبعا بدأت سنة 2015، كان مفروض تتنفذ سنة 2020، لكن مثل ما نشوف لحد الآن ماكو شيء رسمي تنفذ. تكلفتها رصدت لها طبعا تكاليف تقدر بحوالي 100 مليار دولار. طبعا ما تم تنفيذها بسبب نحن نشوف حاليا يعني كل هاي المشاكل اللي صارت اقتصاديا بسبب فيروس كورونا وغيرها، وبنفس الوقت انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق، ولكن بالنهاية اتفاق أقر ويعني مفروض أنه يتم العمل به في المستقبل القريب. طبعا لو جينا نحل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية فراح يكون بنظري هو علاقة أمريكا والصين. أمريكا لازم تخفض انبعاث الغازات أكثر من الصين، لأن أمريكا هي الاقتصاد الأول بالعالم، ولهذه الاتفاقية أنطت الحق للصين أنه تخفض الانبعاثات لكن بنسبة أقل باعتبارها انه هي من الاقتصادات الناشئة. بالنهاية طبعا عرفنا شنو هو اتفاق باريس المناخ وشنو ممكن تسوي هاي الدول العظمى حتى تحافظ على عالمنا، ولكن في نفس الوقت هذا الشيء ما ينفي احتياج الارض لنا كاشخاص وشنو الشيء اللي لازم نسوي تجاهه. ان شاء الله راح بالحلقة القادمة احاول اذكر بعض الامثلة اللي يعني ممكن نسويها حتى نحاول نغير ولو بمستوى جدا بسيط. شكرا جزيلا لاستماعكم، تحياتي.